الحقيقة إثيوبيا عودتنا الفترة الماضية أنها تنتهج سلوك عدائي تجاه الصومال وتجاه الكثير من جيرانها. الحقيقة إثيوبيا أو النظام الإثيوبي الحالي أثبت نوع من العدائية تجاه كل ما هو حوله من جيران، سواء الصومال، إريتريا أو كينيا، وبالتالي امتد هذا العداء وصولا إلى السودان ومصر. الحقيقة النظام الحالي في أثيوبيا هو ينتهك سلوك غير قويم بالمرة تجاه جيرانه. أما مسألة العلاقة مع الصومال، أعتقد أنها لها ميراث تاريخي من الحروب بين الدولتين، وأعتقد أيضا أن مسألة الاستغلال أو حق الانتفاع أو حق الاستغلال الذي تحدثت عنه الصومال، أعتقد أن أثيوبيا لن تقوم بسد هذه المدفوعات، وبالتالي سيؤول الأمر بالكامل مرة أخرى إلى الحرب. الحقيقة يعني انتهاك أثيوبيا لهذا النهج واعترافها بأراضي الصومالي لاند وأنها ستقوم باستغلال المواني في هذه المنطقة، الحقيقة هو انتهاك للسيادة الصومالية بشكل أو بآخر، وهذا ما رأيناه من رفض الحكومة الفيدرالية الصومالية لهذا الأمر الذي أعلنته أثيوبيا. وبالتالي أعتقد أن يعني الإشكالية تتخذ شكل الصراع بصورة أو بأخرى، لأن معروف أن أثيوبيا دولة فقيرة لن تتمكن من دفع حق الاستغلال. الحقيقة أنا بأشبه السلوك الأثيوبي في منطقة القرن الإفريقي تماما هو يشبه السلوك الإسرائيلي، الحقيقة السلوك الخارجي الإسرائيلي تجاه دول المنطقة. وبالتالي هذه العدائية التي تظهرها أثيوبيا طوال الوقت تجاه الصومال ستؤثر بشكل أو بآخر على الاستقرار في هذه المنطقة، وأنا أرشح الأمر إلى التصاعد في الفترة القادمة. طب دكتورة هبة، يعني برأيك هل هذا الاتفاق الأمني بين أثيوبيا وأرض الصومال، يعني هل فعلا تريد أثيوبيا منفذ بحري لها على البحر الأحمر، أم هي تريد السيطرة على إقليم أرض الصومال كون هناك يعني حالة من الهشاشة الأمنية هناك؟ يعني هو طبعا التصور ياخذ المسارين. الحقيقه المسار الاول هو ضروره وجود ميناء تقوم اثيوبيا باخراج منتجاتها من خلاله، وايضا هي يعني طوال الوقت وطوال تاريخ اثيوبيا نحن نعلم انها دوله تفرض سيطرتها على جيرانها ولا تعترف بمساله الحدود التي يعني تركها الاستعمار، وتقوم باحتلال اقاليم وتدخل حتى العاصمه مقديشو في الصومال وتعود مره اخرى بقوات عسكريه. وبالتالي مساله الاحتلال أو فرض السيطرة اللي حضرتك ذكرتيها هي قائمة في السلوك الأثيوبي لا يمكن استبعادها، بالإضافة أيضا إلى ضرورة وجود ميناء، لأن أثيوبيا بشكل أو بآخر بعد استقلال الصومال وإريتريا أصبحت دولة حبيسة لا يوجد لها مواني على البحر الأحمر. ايضا ان يعني هذا الامر هو يرشح البحر الاحمر لوجود صراع افريقي بامتياز في الفتره القادمه. طب ايضا يعني هي مغامره دكتوره هبه من اثيوبيا، يعني ربما تشعل منطقه القرن الافريقي باكملها وايضا تشعل الصراع مع مصر، فما هو الموقف المصري من يعني الخطوه الاثيوبيه هذه؟ الحقيقة مصر اتخذت خطوة سريعة ومبادرة يعني أسرع من الاتحاد الإفريقي. الحقيقة مصر أعلنت مؤازراتها تماما لنظام الصومال الفيدرالي، وأعلنت أن وجود إثيوبيا في أرض الصومالي لاند هو انتهاك للسيادة الإثيوبية، وكانت يعني متضامنة تماما مع موقف الصومال. أيضا كينيا أعلنت أنها متضامنة مع موقف الصومال، وأن ما يحدث من إثيوبيا هو انتهاك للسيادة الصومالية. وبالتالي أعتقد أن الأمر أصبح مرشح ل حرب أو استعادة الحروب مرة أخرى في منطقة القرن الإفريقي. الحقيقة خليني أشير على الأزمة الداخلية الأثيوبية. الحقيقة هناك يعني مشاكل كانت مع التجري وحرب استمرت لعام كامل، ثم الحرب الآن أو الصراع يعني الخافت بين الأمهرة وبين الحكومة الفيدرالية، وبالتالي هناك صراع داخلي داخل أثيوبيا. قامت أثيوبيا بنقل العبء بالكامل كما كان في أزمة سد النهضة، نقلت أيضا العبء الآن بالكامل إلى أزمة المواني الصومالية، وأصبح هناك صراع مع الصومال. نعم. كلما اشتد الصراع الداخلي في أثيوبيا قامت الحكومة الفيدرالية بنقل تبعات الصراع إلى أزمة خارجية، مرة أزمة سد النهضة والآن أزمة المواني الصومالية. أعتقد يعني أن نظام أبي أحمد بدأ يتهاوى بشكل أو بآخر، وأنه لديه إشكالية في دمج الشعوب الأثيوبية، وبالتالي يعني يخترع الصراعات وينشئ صراعات خارجية طوال الوقت مع دول أو الدول الجوار الأثيوبي بشكل أو بآخر كما حدث مع مصر. نعم، من القاهرة كانت معي الدكتورة هبة البشبيشي، خبيرة مختصة في الشأن الأفريقي، أشكرك جزيل الشكر.